ويانا من محافظة واسط. حسن، السلام عليكم. السلام سيدي، يا أهلا وسهلا بك حسن، عندك مناشدة اليوم، تفضل. في عندي مناشدة للأستاذ محمد الشاع السوداني. إن شاء الله يسمعك وإن شاء الله يوصل صوتك. أي والله. ومناشدة ثانية للأستاذ إحيان عبد الغني وزير النفط. وزير النفط، تمام. أي والله. يسمعك إن شاء الله. أنا أشتغل بشركة نفط الوسط من 2009. نعم. إي. سويت طلب من الوزير بخصوص تعيين الأجور يومي أو عقد الأجور يومي. نعم. نزلت الطلب وافق عليه الوزير النفط، كتب الى شركه نفط الوسط بيان الى حاجه. نعم. شركه نفط الوسط وافقت على الكتاب وكملت الاجراءات كتخصيص مالي وكل شيء كملت بالكتاب. نعم. ودزت الوزير النفط بس على مود هامش. نعم. يعني بس توقيع، الكتاب صار له هذا الشهر الرابع. 4 أشهر التوقيع ما وقعوه. توقيع بس توقيع. أنا أناشد من خلالكم، من خلال قناة الفلوجة، أناشد الأستاذ محمد الشاع السوداني، أناشد وزير النفط أستاذ إحيان عبد الغني، أقول له إحنا 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 نباوع عليكم، وإحنا وليدكم، وإحنا جاي نخدم، يعني إحنا أنا مثل أنا جاي أخدم الدولة من 2009 وحتى 2023. أقول له أنا على الله وعليك يا أستاذ محمد الشاع السوداني، أريد وقفتك. أنا ابنك، اعتبرني ابنك. أستاذ إحيان عبد الغني، أنا عماتين، اعتبرني ابنك. يوصل صوتك إن شاء الله لوزير النفط ولسيادة رئيس الوزراء، إن شاء الله يوصل صوتك.